الحمد لله على سلامتك وانا امك. والله ان تقطعت قلوبنا في غيابك، بس الحمد لله قرت عيونه بشوفتك. اللهم لك الحمد، والله يبي لها حمد وشكر يا ام يبتي. اللهم والله اللهم لك الحمد. هو البني ادم ام يبتي ترى لا يحب ولا يكره. اي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بس انا نذرت نذر اذا طلعت من السجن بذبح ذبيحه وبجمع الاهل عليها. يا ميمتي ما لها داعي عزيمه وشوله. لا 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 انسي الموضوع يا ميمتي. ليش وانا امك؟ هذا نذر نذرته. يا ميمتي وش نذر؟ الله يسلمك. بتعزمين الناس تقولهم تعالوا تعالوا شوفوا محسن طلع من السجن؟ بتخليني اللي ما يدري يدري يا ميمتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا تقطع علي نذري. يا ميمتي فكينا من ذا العزيمه الله يرحم والديك. وشو يعني بتجمعين الناس عشان تقولهم شوفوا محسن هذا هو طلع من السجن؟ وش بنسويها الحين يا محمد؟ حلها. اسوات اسوات الله يما يمتي. بناخذ السدبيحه وبنعطيها هزاع يذبحها ويقطعها قطيعات صغيره قد تف اليد ونوزعها على الفقارة والمساكين والضعوف، وبكذا ان شاء الله يكون اجرس ان شاء الله تام. طيب وانا امك؟ خلهم ذبيحتين وكيسين رز عشان يكفون 60 مسكين كفارة عن نذري. الحين فكونا من العزيمة. بس شفتوا خالد يمه وش سوى فيني؟ وش سوى خالد؟ خالد ما سوى لك الخير. لولا الله ثم خالد كان ما شفناك الحين قدامنا. هي صادته ام يمتي. اي هي صادته. اسمع يا محسن، ترى خالد ما قصر معك في اي شيء، جالس يلف ويدور ويدور لك وسايط الى يوم الوسايط، وتقول حتي هذا؟ يمه خالد باع عزل وصك الدكان وخلني عاطل باطل لا شغله ولا مشغله زي ما سوى بي اول يوم يقفل مكتب المحاماه. زين سوى يا اخوي، زين سوى. لو ما سوى كذا كنتم خايسين في الحبت. هي ما طلعت ومتراكمن عليك الديون فوق بعضها بعض العشر سنين. ها حلا بدل ما تشكره وتقول الله يجزاك خير وكثر الله من امثالك قاعد تقول فيها الكلام اللي ما ادري وينه جايبه منه. اقول وانا امك ليش ما ترجع لوظيفتك وتترك عنك التجارة وخلها التجارة لأهلها؟ خير إن شاء الله، خير خير. يلا أنا أبمشي. وين؟ ما تقهويته؟ لا يمه يمه أبا تقهوى في بيتي إن شاء الله. يلا في أمان. شفتي؟ شفتي يمه؟ شفتي؟ عومة عومة ما يفهم